خیراتنا و حمیات کن آمدمون آوی برز چه پارتین سیاسی برا چه پارتین فراسی هفیمان چه انجمن اجتماعی کردی کمالین جواکی خورتا و جنا و هر واسا کمالین کمالاتی جمعور بشرف ایرو روز روزه که گرنگه دیرگا تفکر سیاسی کردی سوریا دا دا مزراندنا یکمین پارتی دموکراتی کردستان سوریا دسپیکا وی دسپسرکاتیا دکتر نوردین زازا جپی و بردوام بو قناغ با قناغ حمید شیواز و تنگاوی و زحمتی و گلک دلیوین برتنگ و مرجن دجوار در درباز بوه گلک سر اروازی و سر نشیوی بر همه بی ملاتی حمیده ده ایرو وجین کرنا وی روژا ها روژا نیا چندکای روژا ملت کورد سوریا حمیه مال با تا کش کورد سوریا نینه الا کورکی وات به پارتی ده خبات کلیا بر دوام کلیا الا تضحیات دانینه الا زحمتی کلیا الا برهمید الا پشتوانی کلیا هر وا صاحب ته کلیا بتوای حمیب هزن ولا فارزن سوریا بتوای اف کونا غا کشان دی زحمتی خو تنگاوی خو سر اروازی سر نشیوی خو حتا گاندی وی استا یرو است که قطعی کردی گاهی است که ناو دولتی است که بلند سوریه دا اف جی بر همه به خباتا بر دوام به خباتا دیروکیه چبر وی که ببورن از گوتنا خوب عربی بیشن چبر گو میوانی مگل کیو گوتنا که بتر یعنی روزه که وطنی سوریه اسم حزبنا الحزب الديمقراطي الكردستاني سوريا وقيادته وجماهيره وجماهيره الوطنية نحيي أبناء شعبنا الكردي والمجلس الوطني الكردي في سوريا وعموم الأحزاب الشقيقة والصديقة والوطنية والفعاليات الثقافية والنسائية والشبابية وعموم الفعاليات المجتمعية بمناسبة الذكرى 67 لتأسيسه حيث ولد البارتي في مثل هذا اليوم 14 حزيران من عام 1957 على يد نخبة واعية ومتقدمة من أبناء شعبنا الكردي في سوريا حيث الظروف الذاتية والموضوعية المواتية لميلاد هذا الحزب كوسيلة للتعبير عن تطلعات شعبنا الكردي ولخدمة أهدافه القومية والوطنية وليأخذ شعبنا مكانه وسط الحراك السياسي وليتفاعل مع الحالة الديمقراطية وليشارك في مواصلة الدفاع عن سوريا وشعبها بمختلف انتماءاته ومشاربه ضد المخاطر الخارجية ففي مرحلة ما بعد استقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي شهدت البلاد تطورات هامة على الصعيدين الداخلي والخارجي حيث تطور الوضع الديمقراطي بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية المتتالية ولا سيما في أوائل خمسينيات القرن الماضي وكذلك بروز تطورات على المستوى الخارجي في صراع حاد على سوريا من الشخصيات الواعية والمتنورة كما كان لدى نضال البرزاني الخالد ملا مصطفى كان حينها في الاتحاد السوفيتي السابق تأثيره القوي في تشجيع هذه النخب على التأسيس وخاصة بعد تأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في كل من إيران والعراق وكذلك التأثير في قوة وزاد تأثيره قوة بعد اندلاع ثورة 11 أيلول الوطنية التي فجرها وقادها البرزاني الخالد ومن زويزن يستمد حزبنا بوصلته من نهج الكرداتي نهج البرزاني الخالد ويعتمد في نضاله على قوة جماهير الشعب الكردي وشرعية حقوق هذا الشعب وتطلعاته القومية ليصبح فيما بعد جزءا هاما من المشروع القومي الكردستاني الذي يقوده فخامة الرئيس مسعود البرزاني وهكذا ظل حزبنا على علاقة مستمرة مع الحزب الشقيق الحزب الديمقراطي الكردستاني وحتى الآن وذلك لما يجمع